ننتقل الآن إلى هذا الفيديو الذي يصل إلينا الآن. الحدث إذن كما نشاهد الآن تدخل لأول مرة سجن حلب المركزي كما نشاهد وإياكم الآن في هذه الصور، نتابعها معا. يحاط منشآت ومعامل وهو كذلك معركة فجر الحرية بعد اشتباكات عنيفة مع القوات الحكومية وفقا لما أعلنت. هذه المدرسة التي نلاحظها بعدسة الكاميرا وهذه المشاهد الحصرية التي نبثها الآن، وكما تشاهدون معنا بأن معظم المباني هنا مدمرة، والسبب بأنه كانت هذه المدرسة على مدار سنوات الحرب في سوريا تخضع لعمليات عسكرية متتالية بدءا من سيطرة فصائل الجيش الحر عام 2012 عليها إلى أن خسرتها وإلى أن سيطرت عليها من جديد. تبلغ مساحة هذه المدرسة بطول هنا نحن في سجن حلب المركزي، هذا السجن الذي سيطرت عليه تحرير الشام والفصائل المتحالفة معها عبر معركة ردع العدوان التي تستهدف حلب وحماة وإدلب. رسميا نرصد لكم هذه المشاهد الحصرية والخاصة والمباشرة هنا من داخل هذا السجن، ونحن هنا كأول وسيلة إعلامية العربية والحدث ندخل بشكل مباشر إلى عمق هذا السجن ونرصد لكم هذه المشاهد. طبعا هذا السجن كما هو واضح لديكم كان في حالة ترميم، لأنه وطوال سنوات الحرب في سوريا كان محاصر وشهد عمليات قتالية متواصلة مستمرة. الجدير ذكره بأنه هذا السجن يحاط بمنشآت ومعامل، وهو كذلك يعتبر أكبر سجن في محافظة حلب. كما تشاهدون هذه هي المشاهد هنا داخل هذا السجن. طبعا هذا السجن هو كان يضم آلاف النزلاء والموقوفين، وكذلك تعتبر سيطرة فصائل المعارضة السورية عليه هنا هي أول مرة في سنوات الحرب تسيطر عليه، سواء كانت تحرير الشام وحلفائها أو كانت كذلك فصائل الجيش الوطني المعارض. من هنا من سجن حلب المركزي لقناة العربية والحدث، محمد هارون، ريف حلب.